أحمد الله على حلمه بعد علمه، وعلى عفوه بعد قدرته، فكل شيء قائم به، وكل شيء خاشع له، عز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، وملجأ كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. أحمده جل وعلا وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه وخليله، وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه، أرسله الله بالبينات وبالمعجزات الظاهرات، فأقام الله به الملة العوجاء، وتركنا الله به على مثل البيضاء، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتنكب صراطه إلا ضال. اللهم احشرنا في زمرته، واجعلنا من خير أهل ملته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، وتقواه حق التقوى، وتقواه حق التقوى بأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، فإنه الله أهل التقوى والمغفرة. تزود من التقوى فإنك لا تدري تموت بليل أو تعيش إلى الفجر. إخوة الإيمان حراس العقيدة، إن الله عز وجل أنعم على أهل السودان بنعم كثيرة، وجعل الله عز وجل خيرات في باطن هذه الأرض وفي ظاهرها. وهذه النعم حتى ينالها أهلها ويسعد بها من يعيش بينها، أن يعملوا أمر الله جل جلاله، كما بين الله تعالى ذلك فقال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال جل وعلا مبينا ما سيصيب الناس إن لم يعملوا هذا الأمر الإلهي: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ماذا فعلت؟ فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لو رأيتم رصاصا يضرب في أحيائنا، أو رأيتم فزعا وهلعا وخوفا يدب في نواحينا، أو إن رأيتم جوعا ومخمصة ومسغبة تطحن الأسر والناس في بلدنا هذا، فاعلموا أننا لم نؤدي حق الله فينا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. إن الفتن التي نشاهدها اليوم، ووصلت حتى إلى القوات النظامية التي تحمل السلاح لأمن البلد، هذه الفتن التي تقع، التي أخشى أن تموج بنا موج البحر، وأخشى أن تتلاطم هذه الفتن وتتتابع، ويستغلها المتربصون ببلدنا هذا
ممن باعوا أنفسهم وضمائرهم للشيطان، ممن عرضوا خدماتهم في سوق النخاسة على من لا يرقبون في المسلمين إلا ولا ذمة، ممن يجيدون السياحة في الأزمات للتخريب وللإيقاع والفتن ولتمزيق أهل البلد الواحد لحساب الصهيونية العالمية ولحساب المجرمين، ممن يستأسدون اليوم في مصائر الأمم، ممن ذكرهم الله عن يهود فقال عنهم: ويسعون في الأرض فسادا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يلاحقون البشرية والمسلمين خاصة وعملاؤهم في دول وفي وكالات يعملون لحساب هؤلاء من أجل استقرار وأمن هذه الدويلة الحوشية التي تريد أن تتمدد وأن تبتلع كل الخيرات. إن ما يحدث اليوم في السودان نتيجة طبيعية لنقض عهد الله الأعظم، نقض عهد الله الأعظم، النقض للعهود مذمة لا تليق بمروءة الرجال، فكيف إذا كان النقض للعهد الأكبر الميثاق الأعظم الذي أخذه الله تبارك وتعالى علينا، وهو ميثاق الدين وميثاق العقيدة وميثاق العبودية، هذا الميثاق الذي على أساسه الله جل وعلا يفتح علينا خيرات الدنيا ويمكننا ويجعل لنا هيبة في الأمم، فكيف حصل النقض في هذا الميثاق؟ حصل النقض في هذا الميثاق مما سمي وثيقة دستورية خلت من الدين ومن مرجعية الشريعة الإسلامية، وثيقة فتحت الباب لكل الشرور، هذه الوثيقة التي قامت على غير ذكر الدين كانت مؤشراً لأن يأتي من يأتي ليتلاعب بهوية هذه الأمة. ثم يحلو لنائب الرئيس رئيس المجلس السيادي أن يحدثنا في لقاء عن أن الحديث عن استهداف الدين كلام غير صحيح، عجيب، وكأننا نعيش في بلد غير السودان، وأكأننا ما سمعنا وزير عدل قحط وهو يقول يتحدث عن فصل الدين عن الدولة وعن إباحة المريسة والخمور، وكأننا ما سمعنا قرايهم وهو يتحدث عن حذف الآيات القرآنية حتى من مناهج الروضة وأطفالنا، وكأننا ما سمعنا عن التهافت للتوقيع على اتفاقية السيداو من أجل نشر الفجور والفسوق في هذا البلد، وكأننا لا نرى هذه التفلتات من استيراد الخمور والمخدرات وما نشاهده من التفسخ في الأخلاق والقيم، كل هذا يحدث في السودان. ثم يحلو لنائب الرئيس أن يتحدث عن أنه هنالك متاجرة باسم استهداف الدين. إن هذه اللغة وهذا الحديث أمر مؤلم، مؤلم أن يصدر من إنسان في مثل منصبه هذا يدعي ويزعم التدين ويحدثنا في لقاءات عن أن الدين خط أحمر. لو كنت غاضبا ينبغي أن تغضب على كلام القراي، ينبغي أن تغضب على كلام وزير العدل هذا، أين انتفاضتك؟ أين غضبتك؟ إن الله سبحانه وتعالى لا يعز إنسانا
ولا يرفع شأنه إلا إذا رفع شأن الدين والإسلام على الحقيقة. كيف مررت هذه الوثيقة؟ كيف مررت على المجلس العسكري؟ وهو الذي كان يقول لنا حين في مقابلات تلو مقابلات بأنه لن يسمح بتنحية الشريعة ولن يسمح بتنحية الدين، وهو يعلم بأن أمر الدين في هذا البلد لا يتعلق بكيزان ولا بعمر البشير ولا بالمؤتمر الوطني. أهل السودان متدينون، والذين ينفعلون والذين يعيشون للدين ولحياة الإسلام هم السواد الأعظم في السودانيين. وبالتالي الدين هو دين الرحمن، مش دين كيزان. ونحن هؤلاء الذين كانوا يدغمسون، والرئيس السابق الذي كان يعمل تحت إمرته نائب الرئيس كان يدغمس، وكنا نرد عليه من فوق هذا المنبر، وكنا نتحدث عن المفاسد والمخازي التي كان يفعلها هذا النظام، ذلكم النظام الأول. فذهب البشير ومؤتمره الوطني، ذهب البشير ومؤتمره الوطني بعد أن لم يستمعوا إلى صوت النصح. وأقول بملء الفم لنائب الرئيس الآن: ستذهب أنت وقحط والحرية والتغيير كما ذهب الرئيس ومؤتمره الوطني. إذا كنت تتجاهل أمر استهداف قحط لديننا وعقيدتنا، إذا كنتم تتجاهلون ما يحدث من الجرائم اليوم في استهداف الدين في التشريع وفي التعليم وفي الإعلام وغير ذلك من صنوف الاستهداف، فاعلموا بأن الله عز وجل بالمرصاد لكل من دخل في هذه المؤامرة. إن المشهد اليوم يقول بأن المجلس السيادي يشرف، مجلس تشريفي يراقب ويتابع ما يحدثه مجلس الوزراء ووزراء هذا المجلس من خرم الدين واستهدافه في كل مكان. أفيسكت أهل السودان وهم يرون انتقاص الدين من أطرافه؟ لا والله، كلا، لا يمكن لأهل السودان أن يسكتوا عن انتقاص هذا الدين من أطرافه. وبالتالي لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنني أخاطب من على هذا المنبر دين نائب الرئيس والرئيس وكل من يعرف عنه أنه من أهل الديانة، أخاطبهم وأقول لهم: لو دامت لغيركم لما وصلت إليكم، لو دامت لغيركم لما وصلت إليكم، لو دامت لعمر البشير وللمؤتمر الوطني في أوج قوتهم وعنفوانهم وظنوا أنهم يمسكون بالأمر كله لما كنتم تجلسون اليوم في مجلسهم وتتبوؤون القصر الذي كان يجلس فيه عمر البشير. وبالتالي إما أن تعملوا لعز الإسلام في هذا البلد فيشهد لكم أهل السودان ويشهد لكم التاريخ بأنكم جئتم في مرحلة مفصلية فوجدتم هذا العبث وهذا الاستهداف لهويتنا وديننا فتحمدون في الأرض وفي السماء، وإما أنكم تقلبون ظهر المجن لأهل الإسلام في هذا البلد وتتمالؤون مع المنافقين وتضعون أيديكم في أيدي هؤلاء المفسدين، فسيدخلكم الله مدخله وستبوؤون بالخزي
في الدنيا وفي الآخرة، في ساكن الأرض وفي ساكن السماء. فمن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. كم تعيشون في هذه الدنيا من السنوات؟ أعمار أمة رسول الله بين 60 و70. والله لا كرامة للمسلم ولا للمسلمة إلا إذا غضب لحرمات الله حين تنتهك. نعم، إن كنت غاضبا فاغضب لحرمات الله حين تنتهك، حرك قواتك وجحافلك وما أوتيت من قوة عندما تنتهك حرمات الله، عندها يعزك الله ويرفعك الله ويثبتك الله. إن عشت عشت حميدا، وإن مت مت شهيدا. هكذا يكون الإنسان المسلم المعتز بدينه. ثم انظروا إلى المهزلة، انظروا إلى المهزلة عندما تم التلويح والحديث عن قانون لحظر المسيرات. ولم أكن في زحم الزحف الأخضر، ولا علاقة لي شخصيا بالزحف الأخضر، لكن حين يخرج الناس فيطالبون بحقوق مشروعة، ويطلبون بالعدالة، ويطلبون بتصحيح المسار في سلمية وبعيدا عن العنف، بأي حق نوقف هؤلاء؟ بأي حق نوقف هؤلاء؟ أليست الثورة من مبادئها إعطاء الحرية للاحتجاجات وللمسيرات السلمية؟ أليست هذه من معالم هذه الثورة التي أطاحت بالنظام البائد؟ ثم يأتي وزير من وزراء قحط فيؤمن على ضرورة لجم الشارع أن يتحرك والمسيرات أن تنطلق. عجيب، هذا مبلغكم من الحرية، مبلغكم من العدالة؟ تريدون لخصومكم أن يسكتوا وأن لا يتحركوا وأن لا يحتجوا؟ كلا كلا وألف كلا. إن الشعب السوداني الذي خرج للمطالب المشروعة وأسقط عمر البشير وزمرته والمؤتمر الوطني قادر بإذن الله عز وجل أن يتحرك أبناؤه لإسقاط هذه الحكومة التي ما فعلت شيئا، فلا هي التي حلت مشكلة اقتصادية، ولا هي التي أقامت عدالة وسارت بالسوية. لا يمكن لشعب السودان أن يسكت عن هذه التجاوزات وعن هذا الاستهداف لدين رب الأرض والسماوات. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. أقول هذا القول وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. إخوة الإيمان، حراس العقيدة، إن أي أمة أو أي شعب إذا أراد أن يتحصل على الأمن والأمان والسلم والسلام والعدل والقسط بين الأنام فلا بد أن يعمل قواعد العدل، لا بد أن يعمل قواعد العدل. قواعد العدل في إعطاء كل ذي حق حقه. المفسد ينال جزاءه، القاتل
ينال حقه من حكم القصاص، ثم من أراد أن يعفو عنه من أولياء الدم فله ذلك. وبالتالي إنما قام في السودان اليوم من هذه العلاقة بين المجلس العسكري وبين قحط لم تكن علاقة صحيحة، ولم تكن هذه الوثيقة وثيقة عادلة. وبالتالي لا بد أن يعود الناس إلى الصواب وإلى العقل إن أردنا لبلدنا أن يسير سير العدل. لا بد من حل هذه الحكومة، ولا بد من ذهاب هذه الوثيقة، وأن يعود الناس إلى فترة انتقالية قصيرة عمادها حكومة من الكفاءات الحقيقية التي تعبر بنا إلى بر الأمان، ثم يترك بعد ذلك الاختيار للشعب السوداني عبر صناديق الاقتراع. هكذا تقول القواعد، قواعد العدالة. ومن كان مفسداً أو ظالماً أو باغياً في النظام البائد أو السابق أو غيره فإنه يقدم إلى المحكمة، يقدم إلى العدالة. هذا هو منطق الشرع ومنطق العدل. ثم تكون دعوة إلى المصالحة، المصالحة الوطنية لكل فئات الشعب السوداني. هذه المصالحة الوطنية التي تخرج بنا من الاحتراب ومن الفتن ومن الاقتتال، من أجل أن نرى بلدنا بلداً آمناً مطمئناً يختار أهله هويته، ويختار أهله قيمه، لا أن تفرض علينا قيم وأن يفرض علينا دين وتفرض علينا مبادئ نحن نرفضها وديننا يرفضها، فهذا من أظلم الظلم ومن أعظم البغي في الأرض. أسأل الله جل وعلا أن تصل هذه الكلمات من القلب إلى القلب، إلى أهل العقل والرشد وما أكثرهم في بلدنا. فنسأل الله عز وجل أن يجعل أمرنا إلى الأخيار والأبرار والعقلاء والصلحاء من بيننا، وألا يجعل أمرنا في يد المفسدين والمبغضين لدين رب الأرض والسماء، ومن باعوا أنفسهم لأعداء هذا البلد وأعداء الدين. نسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا من الخير ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، اللهم أنزل على أهل السودان رحمة من عندك تجمع بها شملهم وتنم بها شعثهم وتصرف بها عنهم كل سوء يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي على أهل السودان من يصلح أحوالهم. اللهم ولا تجعل للمفسدين سبيلا إليهم يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إن عافيتك أوسع لنا، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا غضبك أو أن يحل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، ندرأ بك في نحورهم أجمعين. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم خالف بين وجوههم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم إنا ضعفاء فقونا، أقوياء بك فأعزنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته،
ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا ضالًّا إلا هديته، ولا مُبتلًا إلا عافيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا داعيةً إلى الحق إلا نصرته، ولا عدوًّا متربِّصًا بالمسلمين إلا هزمته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رِضًا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها ويسرتها لنا، ويسر أمورنا، واشرح صدورنا، ونوِّر قلوبنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين وفي الشام وفي العراق وفي بورما وتركستان الشرقية وإفريقيا الوسطى وفي كل أرض يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إبرام رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه من عصاك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. طيبة لحياةٍ طيبة.